طريقها نحو الفوز والانتصار الجميل. من بدا على المقدمة والصدارة؟ هناك شاهين لسعيد بن سهيل بن حميد الدرعي، نقلتنا التالية إلى شاهين المصبح بن راشد الفتان. أما ثالث المراكز مع انطلاقة وتحديات مقامر الذي بدأ يقامر لسالم بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي، غير مباشرة على رأس الحربة. أما رابع المراكز فانطلق فيه ملفت للسلطان بن علي بالخصم الاكتبي المنطلق على المرتبة الرابعة، بينما المركز الخامس شاهين لعلي بن سعيد بن راشد بن سعيد النعيمي يتواصل على المرتبة الخامسة في تحديات انطلاقات هذا المسار. أما سادس المراكز فمن انطلق في هذه اللحظات؟ هناك الأسد ينطلق في هذا المسار، يكشر عن نيابة وينطلق بشعار عبد الله بن محمد بن خلفان الشامسي، نقلتنا إلى سابع المراكز. انطلق مياس عمران بن حمد بن محمد العامري، والنقلة إلى ثامن المراكز ينطلق في شايم لحربي بن محمد بن يزرب العامري المتواجد على ثامن المراكز. تاسعا رعد لسهيل بن احمد بالحوتة العامري. واما عاشر المراكز فتدخل في هذه اللحظات وقد لراشد بن بخيت بن مقارح المري. اذا عشرة من المراكز الاولى المتقدمة في تحديات هذا الشوط، والثمانية كيلو مترات حاضرة في هذا التحدي، حاضرة في هذا الانطلاق، والسيارة بالانتظار، السيارة بالانتظار يا متابعين، يا مسايرين ويا مشاركين. من عاد إلى المرتبة الأولى؟ كما نعود نحن لمتابعة هذه الأسماء ولنعرفكم على مقدمة هذا التحدي. انطلق مقامر على الصدارة، مقامر اللي على المركز الأول لسالم بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي متصدرا ومتقدما ومتسيدا لهذه الأسماء حتى هذه اللحظات، منطلقا مع مقامر والكل مقامر ومشارك في هذه المجازفة الكبرى وفي هذه التحديات الجميلة التي انطلقت هنا في ميدان التراث، ميدان سويحان، وفي هذا المهرجان الكبير، مهرجان قصر الحصن، تزامنا مع احتفالات هذا المهرجان. اذا المركز الثاني هناك ينطلق فيه شاهين لسعيد بن سهيل بن حميد الدرعي المتواجد على المرتبة الثانية والمتقدم بالآمال والطموحات الكبيرة نحو هذا الفوز الكبير وهذا الفوز الجميل. اما ثالث المراكز مع ملفت لسلطان بن علي بالخصم الاكتبي يتواجد ويتقدم على المرتبة الثالثة مقدما لنا هذا الشعار ضمن الأسماء المتقدمة والمشاركة. بدأ على ثالث المراكز هناك شاهين لمصبح بن راشد الفتان المتواجد على المرتبة الرابعة، المتواجد هناك على رابع المراكز ليقدم لنا هذا الشعار. أما خامس المراكز هناك هذه الشعارات، نتأخر قليلا لنتابع المراكز الواصلة والمتقدمة في هذا الانطلاق الجميل. هناك مع هذا الانطلاق الرائع والممتاز بدأ هناك على المركز الخامس وتقدم هناك شاهين لعلي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، ووصل مياس لعمران بن حمد بن محمد
العامري المتواجد على سادسة المراكز وسابعا شايم لحربي بن محمد بن زربة العامري، وانطلق ثامنا ثامن المراكز مع وجد، وانطلق وجد في هذه اللحظات لراشد بن بخيت بن مقارح المرية. هذه الأسماء يا هذه الشعارات يا هذه التحديات الجميلة التي حضرت مع 8 كيلومترات، وجاءت هذه الأسماء من كل حدب وصوب من كل فج عميق للمشاركة في هذا العرس التراثي الكبير وهذا الكرنفال الشعبي المثير الذي يأتي بالجوائز العملاقة والتحديات مع هذه الأسماء. من وصل وتحرك تاسعا معلن لمحمد بن راشد بن حمد الهاجري المتواجد والمهاجر إلى مقدمة هذا التحدي. إذن 10 المراكز رعد 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 رعد، بدأ يرعد هنا في هذه اللحظات لسهيل بن أحمد بالحوتة العامري، وصل 10 ولكن العودة إلى المركز الأول والعودة إلى الصدارة الأولى، العودة إلى مقدمة هذا التحدي الجميل، مقدمة هذا المسار الرائع المتقدم حتى هذه اللحظات. أم غامر وهو مغامرا بالفعل، ينطلق ولا يبالي، يتقدم هذه الأسماء الكبيرة والعملاقة، يتقدم هذه الشعارات التي صارت وجالت في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. سالم بن علي بن راشد بن سويل ملك دبي المتقدم والمتصدر هناك مع هذا التحدي الجميل، ومقامر هو المقامر حتى هذه اللحظات لسالم بن علي بن راشد بن كليب الكتبي المتصدر المتصدر والمتقدم المتقدم حتى هذا المسار. من بدأ على ثاني المراكز، من تعرك بالأمال الكبيرة ملفت لسلطان بن علي بالخصم الكتبي الواصل والمتحرك في هذا التحدي. أما ثالث المراكز فأرى الهجوم مع شاهين لمصبح بن راشد الفتان هنا بالمرتبة الثالثة ورابعا، شاهين لسعيد بن سهيل بن حميد الدرعي يتحرك يتحرك أيضا على رابع المراكز. ها هي الأسماء الأربعة الأولى المتقدمة في تحديات انطلاقات عالم الأصالة والتراث. الله 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 الله، هذه الأسماء الكبيرة وهذه الشعارات الجميلة، وها هو مهرجان قصر الحصن الذي بدأ بالقوة وما زال بقوته وتحدياته، وما زال وما زالت المشاركات من جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي تشارك في هذا الحفل الكبير وهذا المهرجان الجميل. بدأ على المركز الرابع وتحرك خامسا هناك مع وجد راشد بن بخيت بن مقارح المري، ولافي ولفا لفا ثلاثي في هذه اللحظات. سعيد بن سلطان بن مرخان الكتبي تقدم من حيث لا نعلم، تجاوز الصفوف وهناك وتحول إلى المرتبة الخامسة ليجدد هذا الانطلاق الجميل ويجدد روح المنافسة في هذا الشوط الجميل الذي بدأ بالقوة وما زال بقوته، وننتظر المزيد في اللحظات اللحظات الأخيرة واللحظات القوية. الله يا هذا الشوط يا هذا الشوط، شوط عملاق وتحدياته جميلة وانطلاقات المقامر بالمركز الأول مقامرا مقامر هناك مع المركز الأول لسالم بن علي
بن كليب الكتبي المتصدر والمتقدم حتى هذه اللحظات، ولكن الخطورة وصل هنا كلافي لافي سعيد بن سلطان بن مرخان الكتبي تقدم هذا الشعار الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب يتواجد على المرتبة الثانية. يا الله يا هذا الانطلاق، يا هذه القوة الكبيرة وهذه الشعارات، من على ثالث المراكز وصل ملفت لسلطان بن علي بالخصم الاكتبي، ولكن لافي تجاوز هناك على المرتبة الأولى، تقدم هذه الأسماء، راح بالمركز الأول، راح بالصدارة الأولى، يتراقص على بساط المركز الأول، يقدم لنا شعار الصعب، شعار الصعب، وهذا الشعار الصعب الذي تميز دائما أبدا هناك مع هذا الانطلاق الجميل. ومشكور يا محمد بن فريش العويسي على هذه المتابعة والمسايرة والتضمير الرائع، وشكرا يا صعب ومرقم هناك محافظة على هذه الإنجازات الكبيرة. تهانينا للافي ولسعيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاكتبي على هذا الفوز والانتصار الجميل. المركز الثاني مقامر لسالم بن علي بن راشد بن كليب الاكتبي، ثالث المراكز وصل على ثالث المراكز هناك ملفت لسلطان بن علي بالخصم الاكتبي، رابع المراكز وصل فيه لابق لسيف بن محمد البحري العامري، وخامس المراكز وصل في شاهين المنطلق لمصبح بن راشد الفتان. إذا متابعين الكرام ومستمعين الأفاضل، التوقيت الزمني الحاضر مع انطلاقات لافي لسعيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاكتبي المنطلق بناموس هذا الشوط، وتهانينا على هذا الفوز والانتصار، وتهنية إلى المضمر محمد بن فريش العويسي. والتوقيت الزمني هناك 12 دقيقة 35 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك لافي سعيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاكتبي. المركز الثاني مقامر لسالم بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي، والتوقيت الزمني المرافق لهذا الشعار بالمركز الثاني هناك التوقيت الزمني 12 دقيقة 41 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار الكبير. بينما المركز الثالث وصل هناك مع هذا الانطلاق الجميل هناك ملفت لسلطان بن علي بالخصم الاكتبي، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 46 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.